سنتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تحميل متجر بلاي على تطبيقكم متجر جوجل. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات. سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على متجر جوجل. قم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. سوف نضغط هنا على الموافقة. ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط على مكان التخزين. سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت. ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الهاتف الخاص بكم. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.